ملك الكويت وزعيمها مواجهة من العيار الثقيل بين قطبي الكرة الكويتية، القادسية متصدر الدوري والعربي صاحب المركز الثالث. الحضور الجماهيري لم يكن بمستوى جماهير الفريقين، ورغم ذلك اللقاء مولع منذ بدايته. ففي الدقيقة الرابعة كرة تخرج من قدم زعبية لفال لتعود إليه مرة أخرى وتضعه في مواجهة المرمى، والزعبية يسدد بقوة في مرمى الخالدي مشعلا الديربي منذ بدايته. القادسية لم ينتظر طويلا، وبدر المطوع يلمح الحاج عيسى وحيدا بين دفاعات العربي خاليا من الرقابة ليمرر، والحاج يضع مدافع العربي خلفه ويسدد الكرة لتتدحرج إلى مرمى محمد غانم هدفا تعادل به الأصفر. الإثارة وصلت ذروتها، الحاج عيسى يمر ويمر ويمر، ونواف المطيري يخطف الكرة ويسددها بالمرمى هدفا ثانيا أفرح به الجماهير القدساوية. ذهب بعده نواف لمدربه رادان لرد الجميل عندما عاده هذا الموسم بهذا الشكل الرائع، فكان اللقاء مميزا بينهما. زعبية لم يستغل خطأ مدافع القادسية ضاري سعيد بالشكل الصحيح، فتسديدته أخطأت مرمى الخالدي. نجم اللقاء المهاجم بدر المطوع يبدأ برسم هجمة ليتبادل بعد ذلك الكرة مع زميله المهاجم الآخر عمر السومة الذي عادها له ليسجل المطوع هدف الأصفر الثالث في مرمى العربي، ليبدأ العربي من جديد وفال يسدد بقوة في يد الخالدي. وقبل نهاية الشوط الأول يلغي حكم اللقاء علي محمود هدفا للليبي محمد زعبية بعد مشاركة مع مدافع القادسية ضاري سعيد، وينذر بعد ذلك المدافع ضاري للاحتجاج. وبعد ذلك بدقيقة يحصل ضاري سعيد على انذار آخر بعد إعاقته لعبد العزيز السليمي ليخرج الكرت الأحمر هذه المرة. المسوية تصدى للخطأ لكن الكرة بيد نواف الخالدي. ومع بداية الشوط الثاني وفي الدقيقة الأولى تحديدا كاد المسوية أن يقلل الفارق بعد كرة طويلة سبق الجميع لها لكنها ذهبت خارجا. وبعد مرور 5 دقائق يحصل بدر المطوع على خطأ بعد إعاقته من طلال نايف الذي حصل على إنذار ليسدد مساعد ندى الكرة بالقائم الأيسر لمرمى العربي. وسيناريو طرد ضاري سعيد يتكرر مع لاعب العربي طلال نايف، فبعد 7 دقائق من إنذاره الأول بعد دخوله على بدر المطوع مرة أخرى ليحمر الكرت في وجهه من قبل الحكم علي محمود. المسوي يشارك الخالدي في كرة عالية تسقط أمامه الكرة يسددها بالمرمى الخالي ليمنعها حسين فاضل من الدخول. تمريرة طويلة يخطفها بدر المطوع قبل الجميع ليعيقه الحارس محمد غانم، وتحضر صافرة الحكم علي محمود معلنة ضربة جزاء للأصفر تصدى لها مساعد ندى وأحرز رابع أهداف القادسية ليوجه رسالة بعد هذا الهدف بإشارة خاصة هذا هو تفسيرها. ما قصدت بها أحد، الحركة معناتها أن نادي القادسية ياخذ اي بطوله قسم عن اي واحد اي فريق الكويت. ما كان لها معنى معين، رد معين على حركه معينه. هذا قصدي، القادسية ياخذ كل بطوله بجدارته من غير معاونه احد. هذا الهدف رسم الاطمئنان على فريق القادسية وجماهيره، ومع مرور الوقت يحصل زعبية على ركله جزاء بعد تعرضه للدفع داخل منطقه جزاء الاصفر ليقلص المدافع محمد النجم الفارق ويحرز ثاني اهداف الاخضر في هذا اللقاء. فرصة إضافة هدف خامس توفرت للأصفر أكثر من مرة، لكن تسديدة بدر المطوع ذهبت خارجا، وتسديدة الأنصاري ذهبت لأحضان غانم العربي. تسديدة زعبية الأخيرة تذهب للخالدي ليعلن الحكم نهاية اللقاء بفوز القادسية 4 أهداف مقابل 2 للعربي، ليصبح الأصفر بطلا للدوري الممتاز رسميا قبل نهايته 4 جولات لتبدأ احتفالات القدساوية مع جماهيرهم فرحين بتحقيق بطولة الدوري الممتاز للمرة 15 في تاريخهم. اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله، الحمد لله رب العالمين. بداية أحب يعني أشكر إخوان اللاعبين صراحة على الأداء البطولي هذا اللي توج بحصولنا على بطولة الدوري المرة الرابعة على التوالي، وهذا إنجاز يحسب لهذا الجيل الذهبي. أشكرهم صراحة، كانوا رجال بكل ما تحمل كلمة رجال من معنى، يعطيهم العافية. ما حبينا الأمانة ينتهي الدوري وإحنا يعني مو فايزين على العربي. الأمانة في العربي فريق كبير وفريق يعني محترم وإحنا نحترمه، لكن الفوز على العربي وتفوز على العربي وتحقق الدوري لها طعم خاص. حبينا أن نرد بثارنا ونفوز على العربي بنتيجة مثل ما النتيجة اللي فازوا فيها علينا. القادسية قلعة، شاء من شاء وأبى من أبى،
وايد ناس تكلمت سالفت الفريق مستوى مو زين مو قاعد يقدم، افتكر اليوم الفريق رد عليهم، هذا واحد. شيء ثاني، الفريق حاش اخفاق، كل هذا برشلونه حاش اخفاق، ريال مدريد حاش اخفاق، شيء طبيعي. اصابات، منتخب ما اخذ 9 لاعبين، الحمد لله رجال لما تقول الطول هذا، احنا الحين هذه رابع سنه الحمد لله كسرنا الرقم، وان شاء الله باذن الله لقدام. طيب الحمد لله على هذا الانجاز، هذا ما يمتحب تعب من بدايه الموسم، احنا كان هدفنا جمع البطولات وفلتت منا بطوله كاس عاد، الحمد لله على كل حال وقدرنا ناخذ الامير والدوري وقدرنا يعني نقرب كثر ما نقدر من بطولات العرب العربي 16، الحين هذه البطوله 15 الحمد لله. وبالنسبه للرقم اللي عادلت فيه احنا عسكر، هذا الحمد لله، هذا يعني هذا مو حق صالح، هذا انجاز حق نادي القادسيه والحمد لله على كل حال. الحمد لله ما قصروا، خاصه اليوم اعتقد اثبتوا فعلا انهم فريق كبير، فريق بطولات، العرض اللي قدموه والاداء اللي قدموه اليوم اثبتوا انهم فريق متكامل، فريق يلعب بطريقه حلوه، فريق يلعب روح، والحمد لله يعني اديوا اللي عليهم. واقدم هذا الفوز كله لاخواني رئيس واعضاء مجلس اداره نادي القادسيه ولا جماهير القادسيه. القادسيه وحيدا يغرد خارج السرب ويحطم الارقام في هذا الموسم في بطوله الدوري الممتاز ليضمه لكاس سمو الامير الذي حققه في منتصف الموسم. القادسيه بالعربي بطلا للدوري. مبارك الدوسري، ملعب الوطن.